طيب، هي السيشن كده مسجلة، وإن شاء الله لما تخلص لو حضراتكم حابين نرسلها ليكم مرة تانية نرسلها على الإيميل. طيب، إحنا اتكلمنا مقدمة سريعة عن الشبكة، وقلنا إن الشبكة فيها 10 موقعات قانونية إلكترونية، ويعني موقع الحديث حاليا هيكون عن محامي الإمارات العربية المتحدة، الموسوعة الخاصة بالإمارات. عملت أنا تسجيل دخول للناس اللي ما شافوش، يعني أنا دخلت الكود ودخلت رقم جوالي وجالي الكود على الموبايل ودخلت باسمي. الموسوعة طبعا فيه هنا ملف صحفي، حضراتكم شايفين الملف الصحفي ده، يعني محتويات الموسوعة كلها بتتلخص في الجزء الأيمن ده. الأجزاء دي هي الأجزاء الرئيسية للموسوعة. الملف الصحفي لو هبتدي بيه، لأنه هنا ظاهر في البداية، هذا الملف الصحفي هو عبارة عن مجموعة من الأخبار القانونية بتنشر يوميا على الموسوعة كنشرة أو كأخبار يومية للمشتركين. طيب، موسوعة التشريعات، أنا من شوية قلت إن الموسوعة فيها كل التشريعات المحلية والاتحادية الصادرة من الجريدة الرسمية بشكل رسمي، مع إن إحنا بنضع التشريع وفقا لآخر تعديل هو اللي بيكون ظاهر، وبنربطه بما صدر حوله من لوائح أو قرارات. فناخد الجزء العملي من الموسوعة. لو أنا عايز أعمل سيرش عن أي تشريع، في هنا عدسة صغيرة هي دي اللي بضغط عليها ومن خلالها بعمل السيرش. افتراضا إن أنا هسرش مثلا عن الأوراق المالية، أنا عايزة كل التشريعات اللي تخص الأوراق المالية، بقول كامل الجملة إنه أنا عايزة الأوراق المالية على بعضها تجيلي في العنوان مثلا، في عنوان التشريع. وطبعا أنا ما عنديش الرقم، أو مع يعني لا يوجد عندي بقية هذه البيانات، فهعمل ابحث، هيطلع لي 381 نتيجة. طبعا دي نتائج كتير جدا، فأنا علشان أفلتر هذه النتائج أنا محتاجة مثلا بس فقط وفقا لآخر تعديل، فبعمل كليك هنا أختار وفقا لآخر تعديل مثلا. يعني أنا مثلا عايزة قرار، فكل ما أنا اخترت من هذه المربعات وعملت تشيك عليها أنا بقلل نتائج البحث. بعد ما كانت 300 وشوية دلوقتي أصبحت 29. فلنفترض أن أنا هدخل مثلا على هذا القرار، هو هنب ولا ايه؟ اسفه بس الانترنت عندي شويه بطيء. طيب، انا كده دخلت على القرار وفقا لاخر تعديل، زي ما احنا قلنا انه الموسوعه بتعرض القرارات وفقا لاخر تعديل. هذا القرار نص التشريع اللي هو موجود عندي هنا، اقدر اعمل منه نسخ او طباعه. طباعة طبعا معروفة، والنسخ ان هو بيتحول لصفحات وورد. وايضا في هلاقي هنا حاجة اسمها بطاقة تعريف التشريع، فوق التعريف مباشرة، فوق التشريع مباشرة، دي بتكون زي مختصر مفيد عن التشريع، عن الجهة المصدرة للقرار او أداة صدوره او رقم او رقمه او تاريخ الصدور او تاريخ النفاذ. وفي حاجة جديدة الشبكة أضافتها اللي هي روابط الأحكام القضائية الواردة بالتشريع، إنه أنا بختار هنا مثلا مادة معينة، إحنا رابطين على هذه المادة كل الأحكام القضائية اللي صدرت بموجب هذه المادة، فبعمل عرض للمادة بيجي لي إن المادة رقم 2 مربوط عليها الأحكام دي، الأحكام دي اللي صدرت بموجب هذه المادة. ده لو أنا هسرش في داخل الموسوعة، داخل موسوعة التشريعات. طيب، لو أنا مش هعمل سيرش وهدخل بس أتصفح المحتوى، هلاقي إن موسوعة التشريعات دي طبعا إحنا قلنا بداية إنها فيها التشريعات الاتحادية والمحلية، طبعا أجي التشريعات الاتحادية والمحلية طبعا طبقا للإمارة. فلو دخلت افتراضا في التشريعات الاتحادية، هلاقي إن في إن هي مصنفة داخليا حسب النفاذ، بمعنى ان انا عندي تشريعات اتحاديه ساريه او ملغات او مؤجله النفاذ او موقوفه او ساريه جزئيا. وفي برضو هنا جزئين احنا اضفناهم، اللي هي التشريعات الاتحاديه اللي صدرت ولم تنشر بعد بالجريده الرسميه، لان الشبكه عندها بعض المصادر، يعني ممكن نجيب منها بعض التشريعات اللي هي لم تنشر لسه في الجريده الرسميه، وبيكون لينا السبق في نشرها على الموسوعه. والتشريعات الاتحاديه صدرت ولم يستدل على نشرها، حضراتكم عارفين طبعا ان في تشريعات احيانا كثيره بتصدر ولا تنشر في الجريده، برضو عندنا بعض المصادر بنقدر نجيب منها هذا التصنيف.
طيب لو دخلت كمان داخل كل تشريع من الساري او الملغات او المؤجل، بلاقي انه في تصنيف موضوعي حسب موضوع التشريع، زي التشريعات الدستوريه او جنائيه او مدنيه او احوال شخصيه. ده بالنسبه لمحتويات موسوعه التشريعات. في جزء مهم برضو احب اوضحه لمستخدمي الموسوعه، يعني ان في عندنا هنا تصنيف اسمه تشريعات التعاون الدولي. هذا التصنيف هلاقي بداخله جميع المعاهدات اللي الامارات طرف فيها، المعاهدات الثنائيه اللي الامارات طرف فيها داخل تشريعات التعاون الدولي في موسوعه التشريعات. ده كده بالنسبه لموسوعه التشريعات. لو جينا للاحكام، مثلا الاحكام والفتاوى، طبعا هنا لو انا عايزه اتنقل بين التشريعات والاحكام في البحث، لكن انا بضغط هنا على طول على العلامه اللي هي بتاعه البحث، فبيظهر لي هنا البحث في الاحكام. طيب افترضنا مثلا ان انا عايزه كل احكام، ما عنديش مثلا يعني حكم معين، انا عايزه كل الاحكام الخاصه بسنه 2021 التي تخص مثلا احكام دبي. برضو كل طبعا ما عبيت هذه البيانات، كل ما ظهر عندي يعني نتائج أدق في البحث. فدلوقتي لو أنا عايزة كل أحكام دبي لعام 2021، بكتب السنة وبكتب الإمارة وبعمل بحث، هيظهر لي إن في عندي 1808 تقريبا حكم. ده لو أنا هبحث عن أحكام سنة على بعضها. طيب لو أنا عايز أبحث عن حكم بعينه، يعني حكم أنا معايا رقمه، افترضنا يعني ان انا هبحث عن الحكم رقم 889 لسنة 2021 افتراضا برضو في احكام دبي، هعمل سيرش هيطلع لي حكم رقم 889 لسنة 2021. تمام، انا هفتح الحكم حاليا عشان نشوف برضو شكل الحكم من الجوة. ده شكل الحكم. هتلاقي كمان إحنا زي ما ربطنا في التشريعات، لما فتحت أنا تشريع من شوية لقينا مربوط على المواد الخاصة بالتشريع الأحكام اللي صدرت بموجب هذه المواد. فهنا في الحكم هلاقي المواد التشريعية المرتبطة بالحكم، هعرض النصوص، هلاقي إن القانون وفقاً لآخر تعديل رقم 10 لسنة 92، المادة رقم 89 هي اللي صدر بناء عليها هذا الحكم اللي أنا فتحاه. لو عايزة أدخل على رابط التشريع هقدر أدخل عليه من هنا، وأيضا في قانون تاني وقانون وهكذا. يعني في عندي هنا تقريبا 1 2 3 4 5 تشريعات مرتبطة بهذا الحكم. ده كده لو أنا هعمل سيرش في حكم برقم معين وسنة معينة. ولو عندي الموضوع كمان هيكون أفضل، يعني كل ما كانت عندي معلومات أكتر عن الشيء اللي أنا عايز أبحث عنه، كل ما ظهرت النتائج محددة بشكل أدق. في نقطة كمان قبل ما أدخل في الباقي بالنسبة للتشريعات وللأحكام، إنه افترض إنه أنا تعذر علي البحث مثلاً، أو أنا خارج المكان، أو أنا عندي مشكلة في الإنترنت أو مشكلة في الكمبيوتر وعايز يعني حكم معين ضروري أو تشريع معين ضروري، حضراتكم بتتصلوا علينا إما من خلال الهاتف أو من خلال الإيميل أو من خلال هذه الأيقونة لو إحنا فاتحين الكمبيوتر يعني عندكم. طبعا هنا الخدمات دي موجودة 24 ساعة، بس أنا بقول لو حضراتكم موجودين أونلاين بتدخلوا هنا في خدمات العملاء في خدمات المشتركين. طبعا بكون مسجل دخول الأول، لازم أكون مسجل دخول عشان أدخل أقدر أختار قسم خدمات العملاء، وبكتب اسمي وبكتب البريد الإلكتروني وببدأ المحادثة مع شخص متواجد يعني على الماسنجر، بطلب منه التشريع أو الحكم اللي أنا محتاجه بشكل ضروري، وهو إما إنه هو بيرسل لي اللينك مباشرة في الشات الخاص بالبحث أو إنه بيرسله لي بعد كده على الإيميل. ده بالنسبة بالنسبة للمكان اللي أنت بتحكي عنه خدمات العملاء، هذا اللي تحت؟ أيوة ده. بس انت حكيت اذا ما فيش انترنت كيف ممكن نتواصل؟ لا، لو ما فيش انترنت حضراتكم هتتصلوا هاتفيا بينا. في رقم ايوه، في رقم، طبعا في رقم، يعني الارقام موجوده كلها في الصفحه الرئيسيه، اتصل بينا اهي. تواصل مع خدمه العملاء على الارقام التاليه، السعوديه والامارات طبعا حضراتكم هتتصلوا على الهاتف ده
ده الهاتف اللي حضرتك هتتواصل عليه لو ما فيش انترنت. اذا في انترنت هتدخل على هذه الايقونه وهيكون في حد اونلاين زي شات يعني موجود على طول، وده طبعا هيوفر على حضراتكم يعني يعني الوقت لو مثلا في مستعجلين على حاجه او كده. طيب لو رجعنا تاني للجزء الرئيسي اللي هو بيضم كل محتويات الموسوعه، احنا قلنا التشريعات وقلنا الاحكام. موسوعه المعاهدات دي طبعا دي موسوعه منفصله وليها اشتراك منفصل مختلفه يعني، وهي ثنائيات اللغه. لو انا فتحتها لوحدها اهي، احنا بس حطينا هنا لان احنا كنا عاملين يعني اوبشن انه اللي ممكن تدخل بنفس اليوزر نيم والباسورد على موسوعه الامارات وعلى موسوعه المعاهدات. طبعا هذا يختلف عن المعاهدات اللي الامارات طرف فيها. انا قلت ان المعاهدات اللي الامارات طرف فيها هي جزء من موسوعه التشريعات داخل تصنيف التعاون الدولي، لكن هذه الموسوعه اللي هي موسوعه المعاهدات هي موسوعه مستقله منفصله. انا فتحتها هنا، هي منفصله تماما. نقدر ان احنا يعني حضراتكم تقدروا ان انتم تستخدموها بيوزر نيم وباسورد واشتراك منفصل، وهي ثنائية اللغة بالعربي وبالإنجليزي. طبعا دي تضم جميع المعاهدات سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف في جميع دول العالم. دي الجزئية الخاصة بموسوعة المعاهدات. الملف الصحفي طبعا أنا شرحته من شوية، هو نفس الأخبار اللي بتظهر هنا، وهو مصنف لو أنا دخلت جوه التابة نفسها موضوعيا وتاريخيا. ده لو أنا ببحث عن خبر قانوني معين أنا عارف إن هو مثلا في تاريخ معين وعايز إن أنا أطلع عليه. طيب موسوعة الوظيفة العامة، ودي إحنا هي حديثة نسبيا يعني بالنسبة لمحتويات الموسوعة التانية، وطبعا إحنا بنشتغل عليها أكتر. هي يعني فيها كل الأحكام اللي تخص مجال الوظيفة العامة، أحكام المحكمة الاتحادية العليا والفتاوى الخاصة بدولة الإمارات في مجال الوظيفة العامة فقط، يعني إحنا فصلناها لوحدها. ده كده باختصار المحتويات الخاصة بالموسوعة محامو الإمارات ككل. يعني طبعا هنا اتصل بنا، أنا قلتها لحضراتكم عن الشبكة، يعني ما فيش حاجة تانية في الموقع تقريبا غير زي ما احنا قلنا التشريعات والأحكام والمعاهدات الخاصة بدولة الإمارات اللي هي موجودة داخل موسوعة التشريعات والملف الصحفي. وطبعا شفنا طريقه البحث في التشريعات وفي الاحكام، وشفنا البديل الخاص يعني البديل بالبحث لو تعذر الموضوع، بنتواصل مع خدمات العملاء من خلال هذه الايقونه او من خلال الهاتف او من خلال الايميل الرسمي اللي هو contact@muhammoon.com. ده الايميل الرسمي، وكمان في واتس تقدروا تبعتوا عليه، بس طبعا انا اقصد هنا في الامارات. في احنا بس معتمدين الواتس السعودي لان المقر الرئيسي للشبكة في الرياض، فتقدروا ان انتوا تتواصلوا على الهاتف او الواتس او البريد. فيعني كده انا خلصت تقريبا، فلو في بقى اي تعليق. بتسمحي لو سمحتي بالنسبة للواتساب، انا بعثت لكم واتساب باشتراك اني اشترك، بعرفش اذا انتوا كاتبين انه في اشتراك، اكتب كلمه اشتراك او اشترك، بس ما فيش رد. طب باسم حضرتك ارسلت على اي واتس؟ على ده السعودي. السعودي طيب باسم مين استاذ؟ معلش انا مش ظاهر عندي اللي بيتكلم، اسم مين؟ بشار. استاذ بشار. طيب لا اشترك داش الامارات حسب ما انتوا تاكلين في الموقع. ايوه يعني حضرتك رسلتنا على الواتس بس ما كانش فيه رد. ما في رد. وصلتكم بس ما في رد. هاي نقطة. النقطة الثانية، هل في ممكن ترجمة بالانجليزي للاحكام وهي الامور؟ كله بالعربي. لا، هي الموسوعة دي كلها باللغة العربية، لكن احنا عندنا لو انا دخلت مع حضرتك برضو على الموقع الرئيسي للشبكة، احنا عندنا موسوعة التشريعات باللغة الإنجليزية، وهي احنا يعني عندنا موسوعة المعاهدات باللغة الإنجليزية هي ثنائية اللغة. أما بالنسبة للتشريعات فعندنا الموسوعة القانونية الإلكترونية لتشريعات الخليج بالإنجليزية، هي تضم أهم التشريعات الخاصة بدولة الإمارات والمملكة، وبنشتغل دلوقتي على الكويت وبقية دول الخليج ان احنا نترجم أهم التشريعات. يعني هي ما اقدرش اقول لحضرتك ان فيها كل التشريعات، لا، هي أهم التشريعات فقط. دي ليها اشتراك منفصل وليها يعني
حديث مختلف. لو حضراتكم مهتمين بيها ممكن إن شاء الله بعد كده نتواصل من خلال يعني عنها، لأن هي ليها اشتراك مختلف عن موسوعة الإمارات. ده شكلها تمام. وفي برضو موسوعة المعاهدات زي ما أنا قلت لحضرتك، هي ثنائية اللغة دي، لو حضراتكم حابين أن أنتوا تشتركوا فيها برضو، لأن عندكم لو في يعني اهتمام باللغة الإنجليزية في التشريع في المعاهدات أو التشريعات. بالنسبة للأحكام، ما فيش عندنا موسوعة خاصة بالأحكام باللغة الإنجليزية، لكن عندنا موسوعة خاصة بالأحكام باللغة العربية تشمل جميع أحكام دول الخليج زائد أحكام مصر، دي برضو موسوعة منفصلة ومختلفة. هو بما إن إحنا يعني وصلنا لنهاية البرزنتيشن أستاذ حماد، فأقدر إن أنا بس يعني أنوه على فكرة التسجيل الدخول والاستخدام اليوزر الواحد أو من عدمه، لأن إحنا عندنا جامعات زي جامعة الإمارات وجامعة زايد مشتركين معانا بالفعل مع الشبكة يعني في موسوعة الإمارات، لكنهم مشتركين بنظام مختلف عن حضراتكم، هو نظام الـ IP address، إن هو بيتيح لجميع العاملين أو لجميع الطلاب داخل الجامعة داخل إطار الـ IP الخاص بالجامعة، الـ IP الخاص بالإنترنت يعني، أي حد يفتح داخل هذا الإطار الموقع بيفتح معاه بدون يوزر نيم وبدون باسورد، ويقدر يطلع على كل اللي أنا عرضته حاليا. ده برضو له رسوم مختلفة وله طريقة مختلفة، ممكن أستاذة سناء بعد كده ترسل لكم يعني كوتيشن وتتكلم معاكم حوالين الموضوع ده هيفيدكم أكتر، لأن حضراتكم عندكم عدد من الطلاب يعني، وهيفيد المكتبة يعني كمان. ده بالنسبة لاشتراك الـ IP، لكن طبعا حضراتكم مشتركين بيوزر واحد فقط، فاليوزر لما حد تاني يدخل هيخرج الأولاني، يعني الموقع السيستم الخاص بالموقع ما ينفعش اتنين يدخلوا في نفس الوقت، هي برمجته كده يعني. كمان بالإضافة إنه إحنا عاملين اليوزر الواحد لليوزر الواحد بالفعل. فشؤون الاشتراك يعني أو العروض اللي موجودة عندنا ممكن إن شاء الله أستاذة سناء تتواصل مع حضراتكم بخصوصها لو حضراتكم حابين. أنا بقترح تبعتي الكوتيشن لهذا الأستاذ حامد، لأنه هو بفهمش عربي فهمي اليوم، يبعتوا لي إياه وشو بيقرر الموضوع. الأستاذ حامد؟ طيب اوكي، استاذ حامد قال لي ان هو بيعرف عربي اكتر مني في بدايه البرزنتيشن. والله ايه اسمع يس سر، وي ويل توك اباوت ذس، وي هاف سنت ان ايميل اكچولي ऑलरेडी टू आवर स्टूडेंट्स इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड एक्चुअली द थिंग इज टू बी वेरी ऑनेस्ट जिहाद इज हियर आई फाइंड एक्सेस very complicated model with your database, you know, because but anyway we can talk about this later. For the students we have 4-5 users actually, because we have limited number of students as well, so we have to look at which one is very feasible IP or you know this single individual user or through the library from the library they can come anytime and can use it, not a problem. But your model is based on for very large institutions, you know, and unfortunately that is very expensive also. So I think we can talk about that later. Yeah, and I really thank you for your time and effort in giving this presentation. I'm sure our students have learned a lot and they will make use of it. And the library will again send you the instructions on how to access it. Inshallah. Thank you so much again. Shukran, shukran jazilan, wa shukran ala waqt hadratkum jami'an. And you can send me the link once it is ready for the recording so that we can share with everyone, you know. حاضر انا ايوه اوكي انا هرسل لحضرتك الزوم يعني الاجتماع مسجل على الإيميل إن شاء الله. Okay, thank you once again, thank you everyone, and thank you Jihad for your time. شكرا. And hopefully we'll have this kind of sessions in the future as well. Thank you so much. إن شاء الله. شكرا جزيلا.